هوجمي كحجينك هولها جود إمام القجبل كبنادر أي مجالدة مقدشة كسر وي وفتي كسرعي مجالدة كونيا يدل كتركيا. تطبيق طبعاً قف وتهريب يالها أي لقصة بتبادية دون كدكتي حبها تليانيكا. كلن تبعنا ونعكسنا دلهانتي مداوضيال كسر وهذا ورقة دورنمي شكال تي في أنا يقولون واحد هاي مسؤول عبد القادر. gudoomiye ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir ayaa magaalada muqdisho ku soo dhaweeyay wafdi ka socday magaalada konya ee dalka turkiga dhamaan martida ee maanta inagu timid ee dalka turkiga ee walaalahayaga ah ee u timid in ay tababaraan shaqaalaha gurmadka degdega ah ee dowladda hoose ee xamar ee dhamaan saaxiibada kaleente salaamu allah alayhi wa rahmatuhu wa barakaatuh وحان كفر حسن هاي نيكغن مهد علنينا إن آت مهان تكوتي مادان بوقشو رسمي أه قبل كبنادر عاش مدلك الصوماليا مقدشو إذن كورنتي وجيتك سفر كينو نقوية هاي إن آت وبرسيسان شقالها قربة دقدقاء هدي هان لهايين كوا دبدميسكا يو أمبلاسكا انتبا ورنتي باهي حوغله loqabo waxaan rabaa inaan si kal iyo mugle anoo ku hadlayo magaca duqo magaalada muqdisho sheekh yusuf in kaga mahad celiyo imaanshihiina iyadoo aan ogsoonahay in dhibaato culus muddo bil ka hor ah ay gaartay walaalaha turkiga taasoo runtii gaarsiisay dhimasho badan iyo dhaawac badan iyo burbur hantiyeed iyadoo taasi ay jirta haddana in maanta aad go'aansataan إن أت وصل سفرتان ذلك الصومالية أو أت هل كان أتي مادان وليه هنا الصوماليات أت وسمى سان توبر حرفة جرمت كدق دقة سر له قاضو وأرنتي تلعب مقلة وأرنتي أنا مرنا إلى بدون إن كان أرنتي ما هذا علني إنه وحن رجينا إن شاء الله تعالى توبر كني إني كفى إنسان دونان شقالها جرمت كدق دقة الصومالية ظروفها هذا كشقية gaar ahaan kuwa magaalada muqdisho muddo isbuuc ah aadna la joogtaan waxaan u tihiin marti anagana insha Allah ta'ala waxaan diyaar u nahay wax walba oo aan ku suurto gelinayno in hawshaas aad u timaadeen ay nagu najaxdo in aan sameyno ilaahay idinkiis marka soo dhawaada maanta duu ilaahay raahdo waa iska nasiino maadaama aad soo gasheen safar dheer oo aad daalan tihiin وحي هدول الله يراد هؤلاء هنا ونقول هذا دورنا شقدر إن شاء الله تعالى بداية نوب لابدون تاسير رسمية وحي حريرين يا هؤلاء هاس يقاب كشقدر دمانا وحا هدول الله يراد كشقين دونا أقاسما حرير كدبدا قبل كبنادر صاحب كي محمد حسن إذن كنا إن شاء الله تعالى وحان إدرس جيني يا قول وحان سيقار وقمات علنا يا مدى حيار التكا أو إذا نرنتي سورة جلسي إماشي هنا runti waan u mahadcelinayaa waa saaxiib qaali ah hay'adda tika runti waa hay'ad weyn oo mashaariic ballaaran runti soomaaliya ka qabatay oo ka fulisay rajaynayna insha allah tacaala kuwo kale inay nala qabato gaar ahaan meelaha aan baahiyaha aan kaga qabno marka mar walba aan dheereeyo maadaama aad daalan tihiin soo dhawaada mar kaleente وزير دولها أمنية جدها حكومة فدرال كصومالية محمد علي حجا أي كور بحيي كلن كجد الدفاع عقل كسراء لقاطي مسؤولين توزارة أمنية يتليها النساء وما أنت وما لينك لوين وعن سكون مدني أو عن لتشون جد ده الدفاع هي أمنية عقل كسراء أنا جي أقسمها هي ده النساء هي شرعية قاندة وزارة هي ده أنا وكود هل إني أخرنتي لباد قضى بدي أي كقبين أما أبا هنايين أغل خسرين لو عديو وخرنتي محوها شرعي الله دقالنا كارجي حسادة شرعي الله دقالنا كارجي حسادة ومهمة وين أولي هي دالك يدد كبا سببتو أه وشرعي قبان لها نمك خواريش تأه برنا استيليغا شعبك الصوماليات سيادو كسيونتي هنا شروع دا ينوتها لا كمتشوابيا فلالك أي قلان أرجي حسادو falalka argagixisadu waa kuwa ku cusub muxuu ahaa dunida gaar ahaan dunida islaamka waxaana soo baxeen intii ay dowladnimada soomaaliyeed
أي ساحدة كما قلنا أما الضعيف كأي هايد سياسي درتيد وحال لوبا هذي شرعيقي لغولا دقالمي لها أما القبن لها فالدين بيديد أجيستان وعن شروع ظهوري نوغي لأني مركي هورا كيشوابين سياسي درتيد شرعيقا وحسو أنسحيي قولها الشعبك وهذا نوح لي الأقل قصر وعن أخرنتي كوادو سمينا معلنتي لويد هذا أخرنتي لباد أي قلي دونان سيوان سحيان مركي قضبادي أي كقبين كونسينكا أما أي أباهنا إن لو عديو أيان كود هاليني وأنا نسكو فهني وحنا رجيني ناس إذا قول رخصيها بضن إن لو فضو ديو قدي دا دفاع إيو محوها أمنيقا أغل خسارة وقدي دا وضشاقين توزارة دا أمنيقا أي كلا دا حيسو وحن آدي آد وقو أمان إنا مركز تا إيو مارك تيسيدا أي دق دق أي نوغل الشقيان أي شروع دا نوغينو ومريان قولها قالها وحن آد وقو مهد علين يا آدم عبد الناصر محمد ونين دانيرا أو قدومية أوه ونين عقل فرون مسكح فرون ورنتي isku haynta odayaasha iyo dadaal badan ee geysta jasaakum allah khair baan leedahay isaga iyo gudidaba marka waxaan rajaynaynaa sharciyani marka uu golaha sare ee aqalka sare ka dhamaadan uu gudbi doono madaxweynaha si uu u noqdo sharci lagu la dagaalamo khawaarijta banaystay diiga iyo hantida umada Soomaaliyeed 17 qof oo tahriibayaal ah ayaa laga soo badbaadiyay doon ku dagtay xeebaha talyaaniga ilaalada xeebaha talyaaniga ayaa xaqiijiyay in ka badan 30 muhaajiriin sharci darro ah la yaay kadib markii ay la qalibantay doon ay doonayeen inay ku tagaan xeebaha koonfurta Yurub waxay intaas ku dareen in doonta uu siday in ka badan tiradii loogu talagalay ay rugmatay xilli la doonayay inuu samato bixiyo markab xamuula 17 qof oo tahriibayaal ah ayaa laga soo badbaadiyay doonta ka hor inta aysan degin waxaana howlgalada baadi goobka ay socdeen ilaa xadii doontu waxay degtay iyadoo tahriibayaasha lagu wareejinayo markab xamuula kadib markii 17 qof oo kaliya lagu wareejiyay ku dhawaad 30 kalena wali la laayahay ayaa lagu yiri war ka soo baxay ciidamada ilaalada xeebaha talyaaniga intan ayaa ku soo beegantay 2 toddobaad kadib markii in ka badan 76 muhaajiriin sharci darro ay ku qarqameen meel u dhow xeebaha gobolka Calabria ee dalka talyaaniga xilli ay isku dayeen inay gaaraan dalkaasi xukuumadda garabka midiga talyaaniga ayaa isku dayaysay inay ka leexiso dhaleecaynta ku aadan inay ku guuldareysatay inay qaado tallaabo si loo badbaadiyo muhaajiriinta ayad samafala oo la socoto doonyaha muhaajiriinta ee ku sugan badda Mediterranean-ka ayaa sheegtay in doonta ay waday iyada oo ku jirta qiyaastii 100 mayl waqooyi galbeed ee magaalada Bengasi ayna kadib ku wargeliyeen mas'uuliyiinta talyaaniga mas'uuliyiinta talyaaniga ayaa xaqiijiyay in goobta ay doonida ku dagtay ay mas'uul ka yihiin kooxaha baadi goobka iyo samata bixinta ee Liibiya ayaa jirto gabaabsi xoogan oo dhanka qalabka gurmadka iyo gaadiidka badda waxayna ku codsadeen talyaaniga inuu taageero talyaanigu wuxuu gobolka u diray 3 markab oo dheeraada oo gurmadka ka qayb qaata ururka caalamiga ah ee socdaalka IOM ayaa ku qiyaastay in tan iyo 2014kii ku dhawaad 5,000 oo muhaajiriin ay ku dhinteen ama la waayay iyagoo isku dayay inay gaaraan meelo ka mid ah Mareykanka ama wadamada midowga Yurub in ka badan 3.2 milyan oo qof oo ka mid ah dadweynaha abaarta ba'an ay saameysay ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa la sheegay inay u baahan yihiin gurmad degdeg ah oo bini'aadantinimo إنك بدن 3.2 مليون وقف وكم إذا دوينا عبارة بأن أي سامة يسيء كن ولا غيبة كم إذا قبل ذا دول دجا أنك سومالي دا أي على سوشي جياه نيوب به يهي نجور مدق دجا هو بنادن تنما وحو مرت أسيشة عك قاضي هي داقر إنك أمرين تخطرها مصيبو ينكا يتشموري دا ديمقراطية فدر الكيتوبيا هي دو حي شكتين حالة دا عبارة دا كل فتاة يسجل كم إذا كوبي طبعا كقبل دول دجا أنك سومالي دا أي فر baas ku hayso dadka iyo xoolaha nool ee ku dhaqan naagaasi hay'adda maaraynta khataraha musiibooyinka ayaa ugu baaqday hay'adaha dawliga kuwa aan dawliga ahayn bulshada qurbajoogta ah iyo shakhsiyaadka caanka ahba in ay si degdeg ah uga qaataan doorka ugu firfircoon ee ay ka qaadan karaan ta kulaynta iyo samata bixinta dadweynaha dawlad deegaanka Soomaalida ee abaarta baan saameysay kuuriyada waqooyi ayaa tijaabisay hub cusub halka Mareykanka kuuriyada koonfureedna ay bilaabeen dowlad tus military
كوريدا وقوية يا لبقن تالو استراتيجي كوري دي مركب هوسات تاسيو موجين إيسا ودا ساعة دير كوهر انتا عن امريكان كي كوريا دا كونفريد بلا بين دولو توسكو دي ملتاري وقوين اهم مدشان سناهم تيجابو ينكن او عيشيك تيورباه انتا دولة دا ساكا يا يميد مالما كدي بمركي هقاميها كيم تيون او وصوكر ميري دورقن تاليو هبعو سوبو وكو عمري اسكرتي سيني حوتيان دا الكاي كغور تغيان لقدقاقية دا دير قروغا هدقا الكاي دران wakaaladda wararka ee rasmiga ah ee Kuuriyada Dhexe KCNA ayaa sheegtay in gantaaladan ay muujinayso go'aanka Pyongyang ee ah in ay kaga jawaabto xoog badan waxa loogu yeero dhaqdhaqaaqyada military ee ay wadaan Imperialists US iyo ciidamada calooshoodu shaqeystayaasha ah ee Kuuriyada Koonfureed KCNA ayaa sidoo kale ka dhawaajisay in Kuuriyada Waqooyi ay rabtay inay hubayso gantaalada loo yaqaan Crisis-ka ee lagu tijaabiyay madaxda nuclear-ka Pyongyang gayaa aragta dowlad tuska military u dhaxeeya Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed inuu yahay tababar ku saabsan duulaanka waxaana ay ku doodeysaa in hubkeeda nuclearka iyo barnaamijideeda gantaaladu ay lagama maarmaan u yihiin isdifaacida ciidamada Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa bilaabay dowlad tuskooda gaashaanka xurriyada aroornimadii hore ee Saaka waana markii ugu horeysay oo dowlad tus noocan oo kala ah loo sameeyo tan iyo 2018kii markaasii oo la hakiyay taageerada dadaalada diblomaasiyadeed ee dib u cusboonaaday oo lagu xaqiijinayo baabinta Kuuriyada Waqooyi. Dowlad tuskani ayaa loo qorsheeyay inuu sii socdo ugu yaraan 10 maalmood waxaana hadiirada lagu saari doonaa bedelka jawiga amniga iyadoo ay sii kordhiyaan hanjabaada nuclearka ee Kuuriyada Waqooyi sida ay sheegeen ciidamada qalabka sida ee Kuuriyada Koonfureed iyo kuwa Mareykanka. Kuuriyada Waqooyi ayaa sanadkii 2022kii sameeyay tiradii ugu badnayd ee tijaabinta gantaalada waxayna qaadatay qaacido si kordhaysa ee hubka nuclearka. Waa tahay daawadayaal, inta ayaan ku soo afmeerinaa warka duurnimada Shakaal TV oo idinla socodsiinaysay. Anigu ah Mas'uul Cabdiqaadir, anigii dhammaan baada Shakaal isku duuban waxaan ku dhaafaynaa kulanti dambe oo xiise. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.